ورجعنا لكم مرة ثانية أحبة المشاهدين ويا تحدي اليوم من تحدي باب الشات بين ريان وجودي وعلاء. يا ترى من راح يفوز؟ أكيد ريان زيت اللي راح يفوز. مشاهدين الكرام اليوم التحدي مالتنا أنا كل شيء عجبني مسويه قبل هسه صح؟ كانت ماريان موجودة، تحياتنا لماريان طبعا. تحياتنا لها. تحدينا اليوم هو عبارة عن صورة راح تظهر، يا إما تكون صورة فنان أو فنانة أو مطربة أو مطربة أو رياضي أو رياضية أو سياسي أو سياسية وإلى آخره. شخص واحد راح يوقف قبال الشاشة بحيث يشوف الصورة، اثنين راح يقعدون على الكرسي، هذول اثنين راح يسألون الواقف لي قدام، راح يسألوه إنه هل هو فلان او مو فلان. بطريقه ما لازم يقرب الصوره الى ان يحذر منه هذا، وما عليه هذا الواقف هنا الا يقول اي او لا، ما يجاوب باي شيء. مثلا يقول له فلان ممثل، يقول له لو اي لو لا، ماكو غير موضوع. زين تمام، عندنا 10 صور، كل صوره راح تاخذ دقيقه واحده، ونطلب من الكنترول انه يحسب النتائج النقاط اللي راح ياخذها ريان، لان اكيد ريان كله راح ياخذها. فهسه راح نسوي اوليه ثانيه من كنا صغار كنا نسويها حتى نشوف منو راح يوقف هنا. فاي واحد اول واحد يطلع راح يقعد، ثاني واحد يطلع راح يقعد، ثالث واحد راح يكون هو الواقف هنا. تمام نبلش؟ يلا راح نبلش. يلا 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 3 2 1 جو. اوليه انت راح تقعد. لا تعالوا خب واحد مرة نسوي ثانية. أنا راح أقعد. علاء تفضل حبيبي. تمام هسه راح أصير بهاي الشاشة. إحنا ما راح نشوف كل شيء من الشاشة، راح نقعد، راح تطلع الصورة، من تطلع الصورة راح تقول بلش. أنت سامع علاء ما يرحم صح؟ إي مشاهدينا راح أضطر أشيل العدسات مالت نظارتي، ليه أخاف واحد يشوف مثلا ويقدر يحذر. أنت همنا لا تباوع علي، لأن ما تباوع علي أنت جودي، لا تباوع علي. لا ما باوع علي. تباوع علي راح تظهر الشاشة قدامك. صح فما يصير، لازم بس هيك. جاهز؟ دقيقة. هيك جاهزين؟ حتى الواحد عن الحلال الحرام يعني حتى ما يشوف. تمام. يلا. يلا نبلش؟ بلش علاء. بلش؟ بلش. ولد؟ ولد. فنان؟ نعم. مطرب؟ نعم. عربي؟ نعم. مصري؟ يعني عربي ما حددت. عربي. عربي. مصري؟ مصري. لا. عراقي؟ اي. مطرب قلت؟ مطرب عراقي. قديم لو جديد؟ قديم. قديم يعني او لا. ناظم الغزالي؟ لا. زاد الحمر؟ لا. ابيض واسود؟ ابيض واسود؟ لا. سعد بن جابر؟ لا. كاظم ساهر؟ لا. دقيقة. ياس خضر؟ ياس خضر يعني هو اخذ له نمط خاص بي بصراحه، انا راح اساعدكم يعني، والمفروض ما يصير اساعدكم، اخذ نمط خاص بي بالموسيقى ودخل الاسبانيه شويه، دخل موسيقى الهام مدفعي. هاي خلي ببالك انا ساعدت. ليش طبعا. ليش علاء هذا مو صعب. لا لا بس ساعدت في شيء بسيط يعني، لان صعبه اذا تفضل. يلا تفضل. الفنانين هوايه تعرف. تفضل تفضل حبيبي. تفضل سجل اول نقطه ريان. تاج الراس. الله بالخير. الله بالخير. لا تباع علي. مستعد جاهزين؟ طوني صوره. ولد؟ لا. بنيه؟ اي. فنانه؟ اي. مطربه؟ اي. عالميه؟ اي. اجنبيه؟ اي. امريكيه؟ لا. اوروبيه؟ لا. بريطانيه؟ لا. سود شنو يعني، افريقيه؟ لا. هنديه؟ لا. كنديه؟ لا. هي أجنبية قلت؟ أجنبية. أجنبية. اي. أجنبية. مطربة أجنبية. اي. مطربة أجنبية. يلا ترى الوقت. آسيوية؟ لا. يعني لا أفريقية ولا آسيوية ولا أمريكية ولا. كولومبية. كولومبية. لا هنا غش. يلا شاكيرا. جابتك صح. اتفضل عيني. اتفضل. يعني عود ليش الصور كلها موسيقية وأنت فنان؟ هذا غش هذا. والله شو اسوي يعني. يلا يلا جاهزين. يلا انطون الصورة الثانية. يلا او الثالثة راح تصير ويانا. تفضلوا. ولد. اي. فنان. سياسي. لا. فنان. اي. ممثل. اي. ممثل. اي. عربي. عربي. لا. اجنبي. اي. امريكي. اي. كوميدي. اي. جيم كيري. لا. بشرة سوداء لو بيضاء؟ سوداء.
سوداء، بشرة بيضاء. أو أوكي ايه. بشرة بيضاء ممثل أمريكي، بشرة بيضاء. المشكلة لا هو إيلو، لا واحدة واحدة تريدون إيلو لا ايه. بس خلي أتأكد يعني من فريق الإعداد. تمام خلي أتأكد من فريق الإعداد. طيب شن سؤالك؟ هو قلت لي ممثل، ممثل أمريكي ايه. كوميدي ايه. كوميدي ايه. قديم لو جديد؟ كيفن هارت. لا قديم لو جديد؟ جديد مو كوميدي هو، بس هو جديد سوى ضجة كل شهواية. واكين فينيكس. خلص بس آخر لحظة صحيح كان بآخر لحظة شخصية جوكر واكين فينيكس. يس قوم ريان. تفضل ريان تفضل. شخصية الجوكر. بس حلو من تسألني انه بشرته شنو يعني هو عليه لونه ملون. ملون لا هو ابيض المفروض تقول. يلا جاهزين؟ جاهزين جاهز. يلا صورة. ولد اي ممثل؟ سياسي؟ لا ممثل. فنان اي ممثل فنان يعني مطرب. لا ممثل. ممثل تمام. عربي؟ لا هي شخصية، هو مو ممثل يعني شخصية. أي. شخصية سياسية كرتونية؟ اي كرتونية. أي. كوميدية؟ لا لحظة إذا مو كوميدية شنو يعني؟ سندباد؟ لا علاء الدين؟ لا شخصية لا. شخصية كوميدية قلت لي أجنبية مو؟ أجنبية. أجنبية أي. أجنبي. ميكي ماوس؟ لا ساسوكي؟ لا لا لحظة أزين أمريكية أجنبية؟ لا يابانية؟ يابانية؟ كابتن ماجد؟ لا محقق كونان؟ اي صحيح والله عظيم يا جودي. زميلي المخرج تسجلون بعد بين هي تختارون آسيويين وتختارون بنفس الوقت فنانين. يلا جاهزين؟ يلا الصورة تفضلوا. ولد فنان؟ اي مطرب؟ لا ممثل؟ اي ممثل اي. عربي؟ اي عربي. مصري؟ اي كوميدي؟ اي كوميدي. قديم لو جديد؟ عادل امام؟ لا محمد سعد؟ لا محمد هنيدي؟ لا محمد نجم؟ لا عاد كل محمدات قلتها ما ادري محمد سعد منهم هذا كوميدي. كوميدي اي لا قديم لو جديد؟ قديم لو جديد قديم جديد يعني نوعا ما بين البين قديم جديد تقدر تقول. سعيد صالح؟ لا عايش لو ميت؟ يونس شلبي؟ لا انت سألت عايش لو ميت؟ اي عايش بس نسألني سؤال إيلو لا محمد صبحي؟ لا مصري قلت مو؟ مصري. يلا إذا عديتهم عشرة مو عادل إمام؟ ثمانية سبعة ستة خمسة اللمبي مو اللمبي أربعة ثلاثة اثنين واحد خلص منو؟ أحمد حلمي يعني وصلت أنت أنت جيت على محمدات عفت الأحمدات متعادلين لا هو أحمد مكانك ضل شنو متعادلين؟ اي لازم نظل في مكانك ظل مكانك اوكي يلا جاهزين؟ يلا جاهزين سيد المخرج ينطينا الصورة هسه تفضل ولد اي ممثل اي عربي لا أجنبي اي أمريكي أول جنسية مالته خلت أكد من فريق الإعداد بالبداية جنسية مالته بريطاني إنجليزي يعني. كوميدي لا يعني عنده سلسلة أفلام كلش قوية جيمس بوند لا أكشن هو لا إذا سلسلة أفلام أكشن يعني مو أنا إذا وضحت لكم راح تبين هو بشرة بيضاء لو سوداء بيضاء ثور لا ثور هذا شو لا 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 بالأفنجرز لا سلسلة قصص مشهورة زين أوضح لكم فتشي وشوف شقد أنا حبابه ساعة دقيقة هذا أبو شو اسمه خيالي خيالي أي سلسلة أفلام أبو خيالية أي أبو المناظر شو اسمه أي هاري بوتر هاري بوتر والله وصلت يعني أنت والله عرفت هاري بوتر زين هاي تعادلي يعني راح أبقى بمكاني أوكي يلا الصورة اللي بعدها سيد المخرج ليش يلا جاهزين جاهزين يلا ولد اي ممثل لا مطرب لا سياسي لا لاعب كرة قدم اي
رياضي لاعب كرة قدم. اي عربي؟ لا. اجنبي؟ اي كريستيانو؟ لا. ميسي؟ ميسي ميسي هذه كذا. لا نفس الجواب نفس الوقت الحكم من الكنترول. تعادل يعني هو راح ابقى واقف مكانه. أيه تعال لا كمل لا خاف تقول بعدين اي واحنا انطيناك وعطفنا عليك السوالف هاي. يلا هسه جاهزين؟ دقيقه خلينا نسوي قرعه اوليه نشوف من يوقف هناك لين ما يصير. تمام. لا ليش لنهاية نشوف من يوقف هنا. يلا دقيقه اوليه تفضل حبيب ابو الجود. يلا كم صورة باقي لنا؟ فأكيد كم صورة والله. يلا جاهز؟ يلا جاهز. طوني صورة. ولد؟ لا بنية يعني. اي ممثلة؟ اي ممثلة. أي. عربية؟ أجنبية؟ لا عربية. اي مصرية؟ اي المشكلة كوميدية؟ اي يعني كوميدية لو لا لا زين عدها افلام دراما و... ليلى علوي؟ لا نبيل عبيد؟ لا ممثله قديره يعني. قديمه وقديره وجميله. هاي شنو هاي؟ لا لحظه يعني وياكم واحد دي. ماري منيب؟ لا لحظه زين قلت لي انت دراما وكل شيء. هي قديمه لو جديده بس فهمني. قديمه لو جديده. سندريلا العربي يسموها. هاي شنو؟ هاي شنو هاي؟ فاتن حمامه؟ مو فاتن حمامه؟ لا مو فاتن حمامه. لا يلا خلص الوقت للاسف. الحمد لله. سعد حسني خلص الوقت. ليش يا ريال ليش؟ لا تختبروني انتم حلو بالمصري. لا عزيز المخرج اعطيني صوره يا صوره هاي. يلا اجي مكانك؟ تعال اجي مكانك. يلا هم ما حد عرفه شنو السالفه هاي. لا تقولوا لي النتائج هسه. سعاد حسني لا. يلا صوره. ولد؟ اي ولد. ممثل؟ لا. لاعب كره قدم؟ لا. مطرب؟ لا. سياسي؟ اي. عربي؟ لا. امريكي؟ اي. ترامب؟ لا. باراك اوباما؟ بوش؟ لا. كلينتون؟ لا. كوندري زرايز؟ لا. كوندري زرايز هيلاري؟ لا وين راحت؟ لحظة صويقه وين شمرت؟ بعد اقدم من هذول. نيكسون؟ كلينتون؟ لا. نيكسون؟ لا. ابراهيم لينكولن؟ لا. لا كلش قايد راحت. هاي وين؟ لحظة هو من كان؟ بوش الاكبر؟ لا مو بوش الاكبر لا. لحظة هذا اللي انقتل مو؟ كلينتون هو ايه؟ لا هذا اللي انقتل. كلينتون انقتل. لحظة شو اسمه والله ده على طرف لسان. اي لا على طرف لساني. لحظة مو كلينتون. ثلاثة اثنين. كينيدي. عرفه والله. قوم ده اقول على طرف لساني. صح. لا اي هذا مكانك انت. يلا عين وصلك ساعة. اول واحد عربي. يلا طول الصورة. طول الصورة. هاي منو هاي؟ ما عرفت هاني. ولد؟ اها. ولد؟ لا. بنية؟ اي. سياسية؟ لا. لعبت كرة قدم؟ لا. ممثلة؟ لا. مطربة؟ لا. لعبت شنو؟ سياسية؟ لا سياسية مطربة. عرض أزياء. لحظة عرض أزياء. نعم. كيم كارديشيان؟ لا. زين. هي سوشيال ميديا غير؟ اي. سوشيال ميديا. زين أمريكية؟ لا. عربية؟ اي عربية. لحظة عربية. احلام؟ ده يقول لك عرض ازياء. عرض ازياء سوري. شوف ها نيكول سابا؟ لا عرض ازياء. عرض ازياء سولد لو بنية؟ بنية عارضة ازياء. عرض ازياء عربية عالمية. عربية عالمية؟ اي او خلينا نقول من اصول عربية. سلمى حايك مثلا؟ سلمى حايك. لحظة عراقية لو عربية؟ عربية بس يعني عربية مو عراقية. لحظة اي نسيني. لحظة اي تايم. لحظة ومنو اللي عندنا عارضات ازياء احنا معترف فيهن اصلا؟ ويش مدري يعني على اساس 24 ساعة متابع عارضات ازياء؟ ما اعرف. زين اماراتية؟ جيجي حديد فلسطينية. لا ما اعرف. ما عرفتوها؟ انا اسف جيجي حديد بس ما اعرفها يعني. ننتقل للصورة. يلا خلينا ننتقل للصورة. خلاص
خلصت؟ ما يصير هيك. خلصت الصور؟ ما يصير هيك. شوف بسرعة. خلونا نشوف. صورة واحدة من نامنا. خلونا نشوف النتيجة شباب. شوف من الكنترول. تدري أنا من قال لي بصراحة قبل الآن بما إنه يطلعون النتيجة. إي. أنا من قال لي قال لي إنه هاي الشخصية إنه هي سياسية وغيرها قبل لا نعرف إنه هو رئيس أمريكي أنا جاب شخص ببالي. شنو؟ توقع منه. منه؟ توقع. بسام زميلنا المصور. صدق فعلا انه عنده راي سياسي هو دائما ما يناقشنا بامور سياسيه وغيرها انا اول لحظه جبالي هو تحياتنا له طبعا اي نتيجه طيب بما انه احنا تعادل انا وجودي ثلاث نقاط بثلاث نقاط وعلى نقطه واحده فايش راح نسوي راح يضيفون صوره راح يختارون الكنترول فت صورة معينة وراح نتسابق بيها أني وجودي بالتالي علاء راح يوقف أنت هنا راح توقف وأنا وجودي راح نتسابق أي واحد عرف هاي الصورة هو راح يكون الفائز صحيح؟ تمام زين جاهزة الصورة؟ تمام تفضل علاء شو راح أسوي لكم لا راح أجاوب كل صراحة أنا كل يلا. صراحة يلا يلا جاهزين؟ جاهزين يلا جاهزين يلا بلش صورة ولد اي ممثل ولد. اي ممثل لا مطرب لا شخصية سياسية لا لاعب كرة قدم لا مخرج لا منتج لا سوشيال ميديا لا كارتون لا اي تقريبا بس لا شنو تقريبا ولا تقريبا بس لا يعني مو شخصية كارتونية الا شوية صارت زين يعني بعد اريد اساله زين هو عربي ها عربي هو عربي عراقي وبس ما يعرف يحكي عربي ما يعرف يحكي عربي اي هو عراقي عراقي بس هو شنو اعلامي اي نور يا نور نور متي شخصية هي تعتبر تقريبا شخصية بين كرتونية بين تحياتنا زميلنا نور متي لا يا اخي انت غلطتنا ليش غلطتك حبيبي؟ قلت لك خلاص قلت لك تقريبا الا شوية صارت شخصية كرتونية لكن هي مو شخصية لا كرتونية لا زميلي المخرج ما يصير والله ما تفيدك اذا مثل ما شفت عامة المشاهدين الفائز الاول والاوحد والاول والاخير هو ريان زيتون لا لحظة اسمح لي ترى انت كانت اكو فنانين وانت اختصاصك هذا